فيفي ماجد بنت الشهيد ماجد. أهلا بيكي فيفي، اهلا بحضرتك دكتوره منى، اخبار مبروك حضرتك؟ عليك وصول جثمان والدك وصول كل الجسامين. انا بارك في حضرتك، شكرا خالص. قوليلي بقى انتي برضو نفس الموضوع، كلنا كده كنا مترقبين يا ترى هيجوا مش هيجوا النهاردة، يا ترى الخبر ده حقيقي فعلا ولا لأ، ولا كان عندك اي معلومات مسبقة؟ حضرتك احنا مع كتر الاخبار وكل شيء قالوا لنا هم هيجوا الفتره دي، هم هيجوا الاسبوع اللي جاي، هما كده، فاحنا كان بالنسبه لنا الخبر عادي، مش مؤكد بالنسبه لنا من اي حد، لان ما كانش في اي تصريح لينا. كل الفكره بس ان احنا منتظرين، بس عرفنا الخبر من بالليل، كان منشور في تقرير قدام السيده وكان معمول 20 شوط في صفحه حضراتكم. فعرفنا ان في خبر نازل بخصوص رجوع اجساد الشهداء، بس احنا جرينا الخبر كخبر عادي، هل الخبر ده صحيح ولا زي كل مره؟ لا، وبعديها بشوية كان فما أستاذ كناش نادر متوقعين برضو كان يعني. كتب إنه مفيش صحة للموضوع ده، وبعدين رجعنا بعد كده تأكدنا تماما لما لقينا إنه الجسامين صور المطار في ليبيا، وإنه فعلا الجسامين موجودة في الصناديق وبتدخل جوه الطيارة، فخلاص بقى ده اللي بيتهيألي يأكد للكل يا جماعة الموضوع حقيقي. ما احنا بقول لحضرتك احنا يعني اللي هو ما كناش متاكدين يعني، هل الخبر ده صحيح ولا زي كل مره؟ احنا كنا منتظرين لكن ما كناش متاكدين من حاجه. بالظبط بالظبط، نشكر ربنا طبعا وصولها، وصول الجسامين، وصول جثمان والدك الشهيد ماجد سليمان. طب انتوا دلوقتي مشاعركم ايه بعد، وانتوا طبعا كنتوا بتتفرجوا برضو على المشاهد دي في المطار واستقبال العظيم للبابا والاساقفه والشمامسه والالحان زي على الهوا، برضو كان مش شعوركم ايه، شعورك ايه فيفي؟ واحنا كان نفسنا نبقى موجودين في اللحظه دي، بس احنا ما كانش عندنا معلومات مؤكده ان احنا نقدر نروح يعني. ما كناش متاكدين من الخبر ان هو صحيح ولا لا، فعشان كده احنا ما قدرناش ان احنا نروح ونحضر الجنازه كده. بس طبعا هي مشاعر فخر وفرح وحاجه يعني ما كناش متخيلينها يعني. احنا بقالنا 3 سنين وشويه منتظرين صحيح. اللي هو هيجي، لا محدش عارف، اللي هو يعني عايشين في فتره اضطراب وقلق. احنا يمكن من اكتوبر بس بالتحديد من نشكر ربنا اول دلوقتي خبر احنا ان هم، فرحانين جدا. يعني هم من اكتوبر من اول ما اتعرف، ودي كانت برضو سعادة كبيرة قوي لما تم الكشف عن مكان الجسامين، فيمكن زي ما بنقول التوتر شوية كان من اكتوبر لغاية دلوقتي، فين الجسامين، هتيجي امتى، فين الجسامين. الحمد لله الجسامين وصلت بالسلامة لأرض مصر، وان شاء الله توصل للمكان المجهز ليها ان شاء الله للجسامين في المزار الخاص في الكنيسة عندكم في كاتدرائية شهداء العور. طيب برضو لسه ما فيش اي اعلان عن التفاصيل اللي هي هتكون ان شاء الله بالنسبه لاستقبالهم في الكنيسه، لكن كل الاسر وكل الناس بدات تتوافد على الكنيسه دلوقتي. الناس منتظرة من وقت نزولهم في المطار واحنا منتظرين في الكنيسة، لكن لسه ما عندناش أي معلومات بإن الاستقبال هيكون إزاي أو إيه التفاصيل يعني. تمام كده تمام، عموما دي بركة برضو كبيرة معلش، ويعني احنا انت عارفة عشان التجهيزات الأمنية برضو والمواضيع دي كلها، والصور اللي قدامنا دي اهي من المزار، وقد ايه فعلا جميل جدا جدا المزار اتعمل بشكل جميل، وكان وقت تدشين الكنيسة كان برضو تم تدشين المزار على يد نيافة الأنبا بوفنوتيوس أسقف صمالوط، وان شاء الله شهدائنا كلهم يباركوا، يعني بركة كبيرة لأرض مصر، وان شاء الله برضو هيكونوا في المزار المعد ليهم. تحب تضيفي حاجة فيفي؟ لا ربنا يخليك يا فندم، هي فعلا فرحة كبيرة مش لينا احنا بس كأهالي، بل هي لمصر كلها، وبركة كبيرة خالص. بالظبط، بركة كبيرة في الأول لأهو قرية العور وكل القرى اللي منها الشهداء، وبعدين كمان للمنيا، وبعدين لمصر كلها، إنه تكون في أرض مصر رفات شهدائنا شهداء مصر في ليبيا. بشكرك يا فيفي وألف ألف مبروك، وتحياتنا لكل أسر الشهداء اللي معاكم، وإن شاء الله برضو نكون، هيكون أكيد في تجهيز برضو لنقل وصور وفيديوهات تجيلنا من دخول الجسامين للمكان المعد ليهم في المزار في كاتدرائية شهداء الوطن في قرية العور في صمالوط. بشكرك جدا.